ليس في الدرس. ها. أثناء ذهابنا إلى المنزل. ما أذكر. لا كانك أنت يمكن فهمت خطأ. إما أنا سألت سؤال وأجبتك عليه وفهمت هذا. هذا السؤال الآن. اللهم اجعلني من الصابرين القانتين الآمنين بالمعروف والنهي عن المنكر. اصبر وأن الله مع الصابرين. لا يا مدثر فهم الجواب عقب اليوم. نعم سمير. لو مثلا شخص كان صابر على طاعة الله وكان غير صابر على ذلك هل يسمى صابرا؟ لا على سبيل الإطلاق لا. كما أن من تاب من ذنب دون غيره لا يطلق عليه اسم تائب على الإطلاق، لكن يقال تائب من كذا. وهذه نقطة ينبغي الإنسان أن يعرفها، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. هل نقول مثلا الإنسان إذا أسقط على معصية مع توبته منها يدخل في ذلك؟ لا، لأن الوصف المطلق إنما هو للعمل المطلق. نعم صالح. إيش؟ نعم نعم. ها؟ يا صالح أنت من المحدثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير، أي أشق عليه. وفي رواية البخاري بلى إنه كبير، فهو كبير في الإثم غير كبير في الفعل. انتهى الدرس يا محمد. إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل هذه الآيات في بني إسرائيل، لأن هذه السورة مدنية، واليهود في المدينة كانوا كثيرا، 3 قبائل حين قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة. فلهذا قص الله من نبأهم في هذه السورة كثيرا. منها يقول عز وجل يا بني إسرائيل، ما قرناها. يقول عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أن يتيقنون، والظن يستعمل في اللغة العربية بمعنى اليقين، وله أمثلة كثيرة. منها قول الله تبارك وتعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ظنوا بمعنى أيقنوا. فاليقين الظن يستعمل بمعنى اليقين، كما أن العلم يستعمل بمعنى الظن، يعني يتعاكسان. فالعلم يستعمل بمعنى الظن كقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إن علمتموهن أي ظننتموهن، وإنما قلنا ذلك لأن ما في القلب لا يعلمه إلا الله، فلا يمكن الاطلاع عليه إلا بالقرائن، والقرائن لا تفيد إلا الظن. والمهم أن الظن يستعمل بمعنى اليقين، والعلم يستعمل بمعنى الظن.
يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يتيقنون أنهم سيلاقوا الله عز وجل، وذلك في يوم القيامة، يا كما قال تعالى في عموم الناس: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، فلا بد من ملاقاة الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. كل إنسان يكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه يعني عن يساره فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمر. فكل إنسان سيلاقي ربه، لكن لا شك أن المؤمن سوف تناله البشارة في هذه الملاقات، كما قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. إذن الحمد لله، نحن نسأل الله يجعلنا وإياكم من المؤمنين، يعني لن نخاف من هذا اللقاء، لأن الله يقول: بشر المؤمنين، معناه لا خوف عليه. ولهذا يخلو الله بعبده المؤمن ويضع عليه كنفة يعني سترة، فيقول: عملت كذا عملت كذا عملت كذا، فيقر، فيقول الله تعالى: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وملاقى ربهم وأنهم إليه راجعون، إليه راجعون يعني يوم القيامة، أو إليه راجعون في جميع أمورنا. الجواب أن نقول: إذا كانت الآية تحتمل معنى أعم فخذ بالمعنى الأعم، لأن كلام الله عز وجل معلوم عنده، ويعلم سبحانه وتعالى ما تتضمنه الكلمة وما يترتب عليها، ولذلك كان لازم كلام الله حقا، ولازم كلام النبي حقا، ولازم كلام غير الله ورسوله قد يكون حقا وقد يكون باطلا، وقد يلتزم به المتكلم وقد لا يلتزم به. وأنهم إليه راجعون أي يوم القيامة، أو إن شئت فقل راجعون إليه في كل أمور. في هذه الآية الكريمة إثبات ملاقاة الله عز وجل، لأن الله مدح الذين يتيقنون بهذا الإثبات، ومنها كما ذهب إليه كثير من العلماء إثبات رؤية الله عز وجل، لأن اللقاء لا يكون إلا مع المقابل، وهذا يعني ثبوت الرؤية. فإن استقام الاستدلال بهذه الآية على رؤية الله فهذا المطلوب، وإن لم يستقم الاستدلال وصار فيه منازعة فلدينا أدلة أخرى كثيرة تدل على ثبوت رؤية الله عز وجل يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المؤمنين يوقنون أنهم راجعون إلى الله في جميع أموره، وهذا يستلزم أمورا: أولا الخوف من الله، لأنك ما دمت تعلم أنك راجع إلى الله فسوف تخاف منه، كذلك أيضا يستلزم مراقبة الله عز وجل، فالخوف في القلب والمراقبة في الجوارح، أي أنهم إذا علموا أنهم يرجعون إلى الله فسوف يخشونه في السر والعلانية. وكذلك أيضا يستلزم الحياء منه، أن يفقدك حيث أمرك وأن يجدك حيث نهاك. ثم قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقبلها بآيات ذكرهم الله بهذا، قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فهل أنعم الله على بني إسرائيل نعما؟ نعم، نعما كثيرة جدا، لكنهم كفروها. ومن أراد مزيد علم في هذا الأمر فليقرأ كتاب إغاثة اللهفال لابن القيم رحمه الله، فإنه بيّن ما في هؤلاء، بيّن ما أعطى الله هؤلاء من النعم وكشف أسرارهم وهتك أسرارهم رحمه الله. وقوله: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، نعمتي اسم مفرد لكنه مضاف فيفيد العموم، والمراد بتذكرها
ليس أن يذكر الإنسان إن أنا عملي بكذا أو أنا عملي بكذا، بل المراد أن يقوم بشكر هذه النعمة. وشكر النعمة هو العمل الصالح، والدليل على أن شكر النعمة هو العمل الصالح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال في الرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فقال: اعملوا صالحا بإزاء قول الله للمؤمنين اشكروا نعمة الله. وقولها: التي أنعمت عليكم، فيها إظهار المنة لله عليهم، حيث إن هذه النعمة من نعم الله عز وجل أنعم بها عليهم، وأيضا: وأني فضلتكم على العالمين. وهذا رفعة الجاه وعلو المنزلة، وخصه بالذكر لأنه أعظم النعم. فإن المراتب يعني المراتب أفضل من العطاء. انظر إلى سورة البينة، ذكر الله في الكفار من المشركين وأهل الكتاب، ذكر الله جزاءهم قبل أن يثني عليهم بالسوء، فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه. أما المؤمنون فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربي. لأن علو المرتبة والمنزلة أعظم من كل نعيم. وهنا قال: وأني فضلتكم على العالمين، فعطف هذا الخاص على العام، لأن تفضيله إياهم على العالمين من نعمه، لكنه خصه بالذكر بعد التعميم إشارة إلى أهميته، أن الله تعالى فضلهم على العالمين. والعالمون تطلق ويراد بها جميع الخلق، ومن ذلك قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. المراد بالآية يا أخ أنت؟ نعم، هنا الحمد لله رب العالمين، من المراد بهم؟ جميع العالمين، تمام. طيب، وهنا العالمين لا يراد بها كل العالم قطعا، لأن الله قال لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن المراد العالمين من سبقهم أو عالمي زمانهم، ففي احتمالان. أما عالم زمانهم فقطعا أن الله فضلهم على العالمين، وأما هذه الأمة فنقطع بأنها لم تفضل عليه، وأن هذه الأمة أفضل منهم. وأما من سبقهم فمحل تردد، محل تردد. فلدينا الآن ثلاثة احتمالات: الأول، هل فضلوا على هذه الأمة؟ قطعا لا. ثانيا، هل فضلوا على عالم زمانهم من آل فرعون وغيرهم؟ قطعا لا. ثالثا، هل فضلوا على من سبقهم من العالمين؟ هذا عندي محل تردد، يحتمل أن يكون فضلوا عليهم ويحتمل أن لا. على كل حال، حتى إذا قلنا فضلوا على عالم زمانهم فهو نعمة كبيرة عليهم، أن يشكر الله عليهم. في هذه الآية الكريمة في خطاب بني إسرائيل بالذات إشارة إلى بلاهتهم، وأنهم لن يصحوا إلا بالخطاب المباشر: يا بني إسرائيل. ومن فوائدها أيضا، من فوائد الآية الكريمة، أنه يجب على بني إسرائيل أن يذكروا نعمة الله عليهم فيقوموا بشكره، ومن شكرها أن يتبعوا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها، فوائد الآية الكريمة، إظهار أن هذه النعمة لم تأتي بكسبهم ولا بكدهم ولا إرث عن آبائهم، إنما هي بإيش؟ بنعمة الله عليه: أنعمت عليك. ففيها نعم، ففيها إظهار المنة. ومن فوائد الآية الكريمة أن بني إسرائيل أفضل العالم في زمانه، يقول: وأني فضلتكم على العالمين. ومن فوائده أن الله تعالى إذا فضل أحدا بعلم أو مال
أو جاه فإن ذلك من النعم العظيمة، لقوله وأني فضلتكم على العالمين، خصة بالذكر لأهميته. ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الناس وأن الناس درجات، وهذا أمر معلوم، حتى الرسل يفضل بعضهم على بعض كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فبماذا يكون الفضل؟ يكون الفضل أولا هو منا من الله عز وجل، وقد لا تدرك العقول لماذا فضل الله هؤلاء على هؤلاء، لكن المعنى الشامل أن كل من آتاه الله علما وإيمانا وعملا صالحا فإن هذا سبب لتفضيله. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. اتقوا يوما أي اتخذوا وقاية من هذا اليوم، والمراد به عذاب ذلك اليوم، يعني اتقوا العذاب الذي يكون في ذلك اليوم ويعني به يوم القيامة. لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تدفع عنها شيئا، ونفس نكرة في سياق إيش؟ في سياق النفي، لأن نفس فاعل تجزي فهي في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذا لا يمكن لأي نفس أن تجزي عن نفس شيئا أي أن تدفع عنها شيئا، لا أب عن أولاده ولا أبناء عن آبائه ولا صديق عن صديقه ولا أحد عن أحد إطلاقا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، ويريد بذلك الدنيا والآخرة. وقول الشيئا أيضا في سياق نكرة في سياق النفي، وإذا كانت نكرة في سياق النفي فإنها تشمل أن يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضررا، فيوم القيامة لا أحد يجلب لأحد نفعا ولا يدفع عنه ضررا مهما كان. ولا يرد علينا أن من الناس من يأخذ من حسنات ظالمه فينتفع بها، نقول لأن هذا الظالم هو الذي أهدر حسناته بظلمه لعباد الله. ولا يقبل، وفي قراءة ولا تقبل منها شفاعة، فعلى قراءة تقبل الأمر فيها واضح. ليش؟ لأنها مؤنثة، الفاعل مؤنث، والفعل إذا كان فاعله مؤنثا يكون مؤنثا. وعلى قراءة الياء نقول المسوغ لكونه بغير التأنيث شيئا، الشيء الأول أن التأنيث غير حقيقي، والشيء الثاني الفصل بين الفعل والفاعل. نعم، أو نائب الفاعل. ولهذا قال مالك رحمه الله وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري، ثم ذكر أنه يجوز التذكير مع الفصل. إذا قلت قامت هند، ها وجب التأنيث، الشمس طلعت، يجب التأنيث. ابن مالك اسمع ماذا يقول، وإنما تلزم فعل مضمر متصل، إذن يجب التأنيث. وإذا قلت قالت لا قالت لقومها هند، يجوز التذكير والتأنيث. نعم، يجوز التذكير والتأنيث لوجود الفصل. وإذا قلت سارت السيارة، يجوز التذكير والتأنيث لأن التأنيث غير حقيقي. انتهى الأشهر. عندكم أسئلة ولا نمشي؟ نعم يا آدم. نعم،
أحسن في الدرس السابق. لا السابق سابق إلا إذا كان هذا السؤال وقع عندك في ذاك الوقت. إيه وقع عندي في ذاك الوقت. يلا. نعم لا. قلنا أن الميت لا يسب. إيش؟ أن الميت لا يلعن لعدم الفائدة فيه. نعم. بعض الناس قد شرع بدعا. طيب. شرع بدعا في الدين وتمسك به بعض الناس. يعني فلازم فمن لازم من يرد على هذه المبتدعة أن يتكلم في هذا الرجل بسوء وقد يلعنه لسوء عمله. هل له يعني وجه؟ هذا سؤال مبهم في مبهم. نعم. ألف رجل وقال رجل. إيش حطني شيء محدود. اي نعم. وش البدعة هذه؟ إيه؟ الفاتح. اي نعم. يلعن الذي اسس البدعة هذه. والله ما ارى نفس الشيء اللي قلت. نقول هو اذا كان مستحق اللعنة فقد لعنه الله سواء لعنت ام لا، لكن لك ان تلعن مثلا المبدا، تقول هذا مبدا ملعون، او الطائفه عموما، طائفه عموما لا باس، تقول مثلا الطائفه هذه ملعونه، اليهود ملعونون، النصارى ملعونون، وما اشبه ذلك. نعم. يجوز على سبيل العموم تقول لعنة الله على الظالمين، أما فنجعل لعنة الله على الكريم فهذا خاص في المباهل. نعم. إذا منعنا من لعن المعين أن نمتنع من تكفير المعين من كان أصله مسلم كولاة الفلاسفة والملاحدة، لأنه إذا حكمنا بكفرهم عينا فقد حكمنا لهم بالنار. لا أصلا إذا حكمنا بكفرهم عينا فلا يلزم أن نلعنهم، لماذا؟ لكن أما أن نبدعهم ونضللهم لا بد أن نبدعهم ونضللهم ونكفرهم عينا هنا، لكن بشرط أن تقوم عليهم الحجة. ونحن لا ندع عن هؤلاء الفلاسفة، هل نوضروا؟ هل بين لهم الحق؟ ثم هم الآن قد ماتوا. على كل حال كما قلت لك نقول من قال بكذا فهو كافر، من قال بكذا فهو كافر. نعم. طاف عنهم واصفع انه منسوخ. كثيرا من يريدون المفسرون مثل هذا المعنى بآية السيف، فماذا نقول في غير هذا الآية؟ ما تكلم عن هذا. قلنا إن بعض المفسرين قال هذه منسوخة بآيات السيف، وبينا أن هذا غلط، وقلنا آل مائدة من آخر ما نزل من الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى
مذكرا بني إسرائيل بما أنعم الله به عليه. قال وإذ نجيناكم، أي واذكروا إذ نجيناكم، أي اذكروا هذا الوقت الذي كان فيه نجاتكم. ونجيناكم أي خلصناكم. كيف؟ تأكد. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، أي لا يقبل من الناس أن يشفع لها. والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم من باب دفع المضرة، لأنهم يلحقهم من الهم والغم ما لا يطيقون. وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها من باب جلب المنافع. والشفاعة تدور على هذا. يوم القيامة لا يقبل من نفس شفاعة ولا هم، نعم، ولا يؤخذ منها عدل، أي لا يؤخذ منها ما يعادل نفسها، بمعنى لا يؤخذ منها فداء، فهي لا يشفع لها ولا يمكن أن تقدم فداء. وأنتم تعلمون الآن أن الإنسان لو أخذ بذنب ثم أتى بفداء فإنه ربما يقبل منه، ولو طلب من ذي جاه أن يشفع له ربما يقبل منه، لكن يوم القيامة ما في لا شفاعة ولا عدل. ولا هم ينصرون، أي لا يمنعون من عذاب الله. وقوله ولا هم ينصرون فيها التفات من الخطاب إلى الغيبة، يعني قال واتقوا يوما، ولم يقل ولا هم ولا أنتم تنصرون، بل قال ولا هم ينصرون، وجعل الضمير جمعا لأن نفس عن نفس نكرة في سياق النفي فهي للعموم. في هذا الحديث، نعم صدقت، في هذه الآية التحذير من يوم القيامة، وهذا يقع في القرآن كثيرا كقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقوله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا يرحمك الله. ومن فوائد هذه الآية أنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا، بخلاف الدنيا فإنه قد يجزي أحد عن أحد، لكن يوم القيامة لا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنها لا تقبل الشفاعة في النفس المجرمة، وهو كقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولكن هل هذا على إطلاقه؟ نقول أما أهل البدع فقالوا إنه على إطلاقه، وأن المجرم لا تنفع به الشفاعة، وهؤلاء هم المعتزلة والثاني الخوارج. والصواب أن الذي لا تنفع به الشفاعة هو الكافر، الكافر لا تنفع به الشفاعة. نقول أما أهل البدع فقالوا إنه على إطلاقه، وأن المجرم لا تنفع به الشفاعة، وهؤلاء هم المعتزلة والثاني الخوارج. والصواب أن الذي لا تنفع به الشفاعة هو الكافر، الكافر لا تنفع به الشفاعة. أما غير الكافر فقد دلت النصوص على أن الشفاعة قد تقبل، وعلى هذا فيكون العموم في قوله ولا يقبل منها شفاعة مخصوصا بماذا؟ ب
بما دلت عليه النصوص الأخرى من كون العصاة يشفع له، وأحاديث الشفاعة في هذا متواترة كما تلي عليكم كثيرا مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين، وهذه بعض الشاهد قوله شفاعة. ونعم، ومنها من فوائد هذه الآية إثبات الشفاعة، وأن منها ما يقبل ومنها ما لا يقبل. فإن قال قائل إثباتكم الشفاعة قد ينافي قول الله تبارك وتعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فنفى الشفاعة وهي نكرة في سياق النفي تعم. قلنا الحمد لله ليس هذا أول نص يدخله التخصيص، أي لا شفاعة بدون إذن الله، ويقيد بذلك النصوص الكثيرة الدالة على أن الشفاعة ثابتة بإذن الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه في يوم القيامة ما في فداء، لا يمكن أن يقدم الإنسان فداء يعدل به لقوله ولا عدل. ومن فوائدها أنه لأنه لا أحد ينصر يوم القيامة إذا كان من العصاة، ولهذا قال الله تعالى ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. فلا أحد ينصر أحدا يوم القيامة، لا الآلهة ولا الأسياد ولا الأشراف ولا غيره. ثم قال تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، يعني اذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون، والخطاب لمن؟ لبني إسرائيل، بدليل قوله من آل فرعون. ونجيناكم أي خلصناكم منهم وأنقذناكم من عدوانهم وسيطرتهم. وقول من آل فرعون يعني أتباعه وحاشيته وزبانيته الذين يأتمرون بأمره فيقتلون أبناء بني إسرائيل ويستحيون النساء. وهل المراد كل أتباعه أو أتباعه الذين يعاملونه معاملة القريب؟ الظاهر الله أعلم أنهم كله أتباعه، وأن رجال فرعون يفعلون ذلك، وكذلك آل فرعون أتباعه يعتدون على بني إسرائيل في مصر. ثم قال يسومونكم سوء العذاب، أي يصيبونكم به. وسوء العذاب من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أي العذاب السيء أو الأسوأ. ثم بيّن هذا المجمل بقوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي آية أخرى يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، وفي آية ثالثة يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم. فتكون العقوبات بل فيكون العدوان من آل فرعون على بني إسرائيل على ثلاثة أوجه. الوجه الأول القتل بأي سبب، برمي حجر، بخنق، بكسر ظهر وما أشبه ذلك. الثاني إيش؟ التذبيح، أن يأتوا بالإنسان من بني إسرائيل ويذبحون بالسكين كما تذبح الشاة. الثالث أن يجمعوا بين العذاب، بين سوء العذاب والذبح، يعني مثل أن يضربوهم، يعصروا بطونهم، يجرحوا شفاههم وما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك الذبح، فيجمعون لهم بين الأمرين. ولا تستغرب هذا، وقع في هذه الأمة وأعني أمة الدعوة ما هو
أعظم من ذلك وشر من ذلك. لكن المهم أن التعذيب والإجرام الذي يحصل من آل فرعون على بني إسرائيل هو هذه الأمور الثلاثة: ذبح وقتل وجمع بين الذبح وسوء العذاب. وقولها أبناءكم ويستحيون نساءكم، لماذا سلطوا على الأبناء وأبقوا النساء؟ يستحيون نساءكم يعني يستبقونهن، وإلا فحياتهن موجودة من قبل، لكن يستحيونهن أن يبقوهن على قيد الحياة، وأما الأبناء فيقتلونهن. لماذا؟ قال بعض الإسرائيليين إنه قد قيل لآل فرعون إنه يولد من بني إسرائيل ولد يكون زوال ملككم على يده، فجعلوا يقتلون الأبناء خوفا من أن يظهر ذلك الولد. فقال الله عز وجل بقوله القدري: إن هذا الولد سيتربى في حضن فرعون، لأنه لما ولدته أمه أوحى الله إليها أن أرضعيه، فأرضعته اللبا الذي لا بد لكل مولود من رضاعه، وقال لها: إذا خفت عليه فألقيه في اليم. ابنها أوحى لما خافت عليه امتثلت أمر الله، امتثلت أمره، جعلته في تابوت وألقته في اليم، أي في البحر. وهذا من كمال إيمانها. ولكن قال: ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فوقع في أيدي آل فرعون، التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. واللام هنا للعاقبة وليست التعليل، لأن آل فرعون ما التقطوه لهذا الغرض، إنما التقطوه فصار عدوا وحزنا. ثم ذكر الله عز وجل القصة، ولسنا بصدد سياقها لأنها معروفة وليست معنا في هذه الليلة. المهم أن هذا ما قاله بعض العلماء بأخبار منقولة عن بني إسرائيل. لماذا؟ ما الذي قالوه؟ أي نعم، ليش يذبحون أبناءهم ويستحيون النساء؟ طيب، فقالوا نقتل الأبناء لأجل أن لا يخرج هذا الابن. ولكن هناك قول آخر قد يكون أشد وقعا، وهو أنهم يذبحون الأبناء ويستحيون النساء من أجل أن يكون لهم تمام السيطرة، فتضعف الأمة وتضطر النساء إلى آل فرعون، وهذا غاية ما يكون من الإذلال، أن يستبيح أعراض حرمك من كان عدوا لك، وهذا غاية الإذلال. ولو صح ما قيل عن بني إسرائيل لقلنا يمكن أن يكون المراد هذا وهذا، لكان يمكن أن يراد هذا وهذا. نعم، يستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بلاء أي اختبار. وقول في ذلكم أتى بالجمع ذلكم، مع أن اسم الإشارة مفرد، لا، فلماذا؟ نقول لأن اسم الإشارة بحسب المشار إليه، والكاف المتصلة به بحسب المخاطب. انتبه القاعدة، اسم الإشارة بحسب المشار إليه، والكاف المتصلة به بحسب المخاطب. فإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا واحد تقول
إذا أشرت إلى اثنين تخاطب واحد واحدا ذانك، قال الله تعالى فذانك برهانان من ربك إلى هلال وملائك. وإذا أشرت إلى واحد تخاطب اثنين ما تقول يا رشاد؟ أين ذهبت؟ طيب إذا أشرت إلى واحد تخاطب اثنين تقول ذلكما، كما قال يوسف ذلكما مما علمني ربي. هنا وفي ذلكم بلاغ المشار إليه واحد، يعني أيوة يشير إلى العذاب. والمخاطب جماعة، لأنه قال وإذ نجيناكم من آل فرعون، فقال وفي ذلكم بلاء أي اختبار ومحنة من ربكم الذي له ملك السماوات والأرض والمتصرف فيكم كما يشاء. ولهذا قال بلاء من ربكم، لم يقل من الله، قال من ربكم، إشارة إلى أنه إذا كان هو الرب فله أن يفعل فينا ما يشاء. عظيم أي مستعظم مستكبر، وصدق الله عز وجل هو بلاء عظيم. نسأل الله أن يقينا شر الفتن، يعني يسلط عليك عدو يذبحك كما تذبح يذبح الخراف، ويستبقي النساء ينتهك حرمتهن ويستدلهن ويجعلهن عندهم من الخدم، بينما هي ملكة في بيتها قبل أن يذبح قيمها. هذا بلاء عظيم، نسأل الله السلامة. إلى الأسئلة أو نستمر؟ نعم. لو ما هو صحيح، ليس بصحيح، يعني ما بينه وبين حرب. نعم. ايش اي الوحي الهامي هو الذي ليس بشرع، يعني لمصلحه الموحى اليه، كقوله تعالى واوحى ربك الى النحل. الهمها، لان اصل الالهام في اللغه الاعلام بسرعه وخفاء، هذا الأصل في اللغة. فإذا ألهم الله مثل هذا الطير أو ألهم اللي هو النحل، فما ليس معنى أنه أرسل جبريل ليحيى إليه، وإنما جعل له فهما وألهمه مصالحا. نعم. نعم. هذا خاص بالرسول وخاص بأبي طالب أيضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشفع لأبي، لكن شفع لعمه كما ذكرنا سابقا. قلنا الشفاعة لعمه لا لأنه عمه، ولكن لما حصل منه من نصرة الإسلام والدفاع عنه. والله عز وجل شكور حليم، أذن النبي أن يشفع في هذا الرجل خاصة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، يعني ألقى الله في فهمها وفي عقلها أن تفعل هذا، وكذلك في قلبها ألهمها هذا اليقين أنه يرده إليها ويجعله من المرسلين. نعم يحيى. وش وين؟ لا لام الجهول بارك الله فيك والذي هي التي سبقها كون منفي، هذه لام العقل فقط. واضح؟ ايش
إيش؟ إذا إيش؟ ها؟ أي الذكاء معروف ولا مو معروف؟ طيب من لم يعرف الذكاء فليس بذكي. الذكاء معروف ولا الذكاء ذكاء النفس؟ يعني ما أعطوا أنفسهم ذكاء من التزكية، وأعطوا فهوما ولم يعطوا علوما لأنه ما عندهم علم. ولذلك لا تكاد تجد في كتب أهل الكلام آية من كتاب الله يستدلون بها ولا حديث عن رسول الله. انتهى الوقت. طيب. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هذه الآية يذكر الله بها بني إسرائيل فيقول إذ نجيناكم من آل فرعون. ما كان فوائد ولا شرح؟ نعم بس الفوائد ولا التفسير؟ نعم الشرح الفوائد. اي ما اخذنا من الفوائد شيئا ابد. ها هذا الصواب. طيب قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، اي فيما وقع ابتلاء من الله عز وجل عظيم. والله سبحانه وتعالى يبتلي من شاء اما بالخير واما بالشر، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. والمؤمن والحمد لله جعلنا الله واياكم من المؤمنين، المؤمن اذا ابتلي بهذا او بهذا صار على اعلى المقامات. ان اصابته سرا شكر، وان اصابته ضرا صبر وكان خيرا له في الحالين. لكن من الناس من اذا ابتلي بالضراء انتكس والعياذ بالله، كما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين. فالله تعالى يبتلي الانسان بهذا وبهذا، فعليك بالصبر وانتظار الفرج، فان الله تعالى قد يبتلي وهو سبحانه وتعالى احكم بعباده. وقوله عظيم عظمه الله عز وجل لانه حقيقه عظيم ان يسلط عليهم عدو يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم وتبقى النساء ارامل ويبقى الرجال المدافعون عنهن متلفين بالذبح تاره وبالقتل تاره. في هذه الآية من الفوائد خطاب آخر الأمة بما كان نعمة في أولها، لقوله وإذ نجيناكم، ومعلوم أن الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقع هذا الإنجاء عليهم مباشرة، لكنه وقع على آبائهم وأسلافهم، فيكون ما حصل لأول الأمة من الخير حاصلا لآخر هذه الأمة. وعلى هذا فلنا أن نقول نحن انتصرنا في بدر، وانتصرنا في حنين، وانتصرنا في غزوة الفتح، لأن نصر من سلفنا نصر لنا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على متأخر الأمة شكر الله على نعمته على أول الأمة، لأن الله تعالى يذكرهم بهذا ليقوموا بشكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قد يسلط بعض الناس على بعض، بعض الناس على بعض، حيث سلط فرعون على بني إسرائيل، وهذه سنة الله في الأولين والآخرين. ولهذا لما قال الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهي، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهي، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أيسر، أو قال هذه أهون. ولا شك أنها أيسر وأهون، يعني الإنسان فيما يبتلى به من بأس الغير قد يدافع عن نفسه ويكون الانتصار له، لكن إذا جاء أمر من الله من فوق أو من تحت ما يستطيع.
ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه أيسر، أو قال هذه أهون. ومن فائدة هذه الآية الكريمة بيان شدة حنق فرعون على بني إسرائيل، حيث استعمل فيهم هذه العقوبة، وهي إيش؟ ذبح الأبناء واستبقاء النساء. وهذه لا شك أن نكاية عظيمة، لا بالأموات ولا بالأحياء، نسأل الله السلامة والعافية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى يبتلي الإنسان بما يكره ليعلم جل وعلا من يصبر ومن لا يصبر. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارا. ومن فوائد الآية الكريمة أن من مقتضى ربوبية العامة أن يبتلي الإنسان بما يكره. الربوبية الخاصة يذكر الله تعالى فيها ما يحبه المرء، والعامة تكون فيما يكره العبد وفيما يحبه العبد، لقوله وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. ومن فوائدها عظم هذا البلاء الذي أصاب بني إسرائيل، وكذلك ما لو أصاب غيرهم فإنه من البلاء العظيم. الإنسان الأم تشهد ابنها يقتل أمامه أو يذبح كما تذبح الشاة، وكذلك البنت تشاهد أباها يفعل به هكذا، لا شك أنه بلاء عظيم. ثم قال تعالى وإذ فرقنا بكم البحر، يعني أذكروا نعمة أخرى، حين نجاكم من آل فرعون فرق الله بهم البحر، وفرق بمعنى فصل، وذلك حين انفلق فلق البحر له، يعني فصله وفلقه حتى مروا منه فنجوا. إذ فرقنا بكم البحر، ومتى كان هذا؟ كان هذا حين أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يسري بمن معه من المؤمنين خوفا من آل فرعون، لأن فرعون لما رأى ما رأى من صنيع السحرة جمع الناس وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حذر، وجمع الناس وخرج من مصر. وأوحى الله تعالى إلى موسى أن يسري بعباده المؤمنين ليلا إلى نحو الشرق، فخرج به فاتبعه فرعون بجنوده. ولما وصلوا إلى البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. انظر الفرق بين قوة التوكل من موسى وضعفه من المؤمنين، مع أنهم مؤمنون ولكن عند الشدائد قد يضيع الحزم. قال كلا إن معي ربي سيهدين، لأن الله يعني كأنه يقول إن الله لم يأمرني أن أخرج إلا ليهديني. فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه، فضربه في لحظة انفلق البحر. كم كان من طريق؟ كان 12 طريقا، وفي لحظة يبس البحر، سبحان الله، في لحظة. وصار كل المنفلق صار كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم، حتى قال بعضهم إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطمئن بنو إسرائيل فجعل في كل قطعة من هذا الماء الذي صار كالجبال جعل فيها ثقبة فرجة حتى يشهد بعضهم بعضا ويطمئن بعضهم إلى بعض. المهم لما تكامل موسى وقومه خارجين دخل فرعون، فأمر الله تعالى أن ينطبق البحر عليهم فانطبق. ولهذا يذكرهم الله بهذه النعمة إذ فرقنا بكم البحر، أي فلقناه لكم حتى عبرتموه فأنجيناكم، يعني خلصناكم من الغرق وأغرقنا آل فرعون. والغرق معروف، وآل فرعون هنا
أول من يدخل فيهم فرعون، ولكنه عبر بالآل عن فرعون لئلا يظن ظان أن الغرق أو أن العقوبة اختصت بفرعون فقط، فقال آل فرعون، وهذا أخصر من فرعون وآل، لأن العبارة إما أن يقال وأغرقنا فرعون أو أغرقنا آل فرعون أو أغرقنا فرعون وآله. أما آل فرعون فمن المعلوم أنهم إنما أغرقوا لتبعهم فرعون، وهل يمكن أن يغرق الفرع دون الأصل؟ غير ممكن. ولهذا قال الله تعالى عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. أغرق الله آل فرعون حتى هلكوا عن آخره، وحين أدرك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أي لمن يبقى بعدك ولم يبقى إلا بنو إسرائيل، لأن آل فرعون كلهم غرق، وإنما نجاه الله عز وجل ببدنه ليطمئن بنو إسرائيل على غرقه، لأن بني إسرائيل كانوا قد رهبوا منه رهبة عظيمة، فأراهم الله عز وجل بدنه حتى يتيقنوا أنه قد غرق، إذ لو لم يروا بدنه لكان يأتيهم كل احتمال أنه نجا وأنه سيخرج، فأراهم الله تعالى بدنه غارقا للاطمئنان. وقول أغرقنا آل فرعون قال وأنتم تنظرون، الجملة هنا حالية، أي والحال أنكم تنظرون، وهذا من أكبر النعم أن يهلك الله عدوك وأنت تنظر إليه، لأنه سوف يزداد فرحه وسروره أن ترى عدوك يمزق كل ممزق وأنت قد نجيت من هذا. ولهذا ذكرهم هذه النعمة، وهي أنه أن عدوهم أغرق وهم ينظرون. ففي هذه الآية الكريمة أيضا من فوائدها تذكير بني إسرائيل بما أنعم الله تعالى به عليهم حين فرق بهم البحر. ووجه توجيه الخطاب إلى من كان موجودين في عهد الرسول أن إنعام الله على الأمة في أولها إنعام عليها في آخرها، هذا وجه. وجه آخر أيضا أذكره الآن وهو ينسحب على ما سبق، أن هؤلاء الموجودين ذرية السابقين، ولو هلك السابقون ما وجد الآخرون، فيكون إن جاءوا الأولين إن جاء لهم في الواقع لكنه غير مباشر، فصار خطاب هؤلاء بالنعم السابقة من الإنجاء من الغرق أو من قتل فرعون له وجهان. الوجه الأول أن ما حصل لأول الأمة نمشوا فهو لآخره. الوجه الثاني